متعلق بقطاع الفلاحه وانا قطاعات. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم إلياس القيد، فنان تشكيلي من ابناء المنطقه، كنمثل جمعيه صناع الابداع الثقافه والفن والمحافظه على البيئه اللي كترأسها الفنان تشكيلي عبد الوهاب ودرهم. حنا كنشاركوا بدورنا بلوحات فنيه تشكيليه اللي هي من ابداع مجموعه من الفنانين التشكيليين كما كتلاحظوا معنا. والجمعيه هي جمعيه كتعنى بالفن التشكيلي والمحافظه على البيئه، وكتسعى على لاكتشاف المواهب الشابه في هذا المجال التشكيلي هذا، واشعاع الفن بالمنطقه بحكم ان المنطقه منطقه متنوعه بالواحات ديالها وبالعادات والتقاليد ديالها، منطقه كتشجع على الابداع. وكنتمناو اننا نستمروا في ابراز المواهب الشابه، وعندنا مجموعه من الاعمال اللي كنقوموا بها بحال جولات في المدارس، اكتشاف المواهب التشكيليه، مسابقات للاطفال، ومعارض جماعيه ومعارض فرديه من اجل تقريب الساكنه ديال المنطقه في مجال الفنون التشكيليه وواحد التصالح مع اللوحات التشكيليه. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله سبابو من تعاونيه تيافوت الفلاحيه بدواري تنبان جماعه وقيد سوبلي. المشاركه ديالنا في المعرض مشاركه يعني جد مزيان فعاله، الحمد لله شي كيشرفنا وكيشرف بالنسبه للمنتوجات ديال المنطقه ديال توابلي، كيشرفنا بالنسبه للتعاون للمديريه ديال الفلاحه ديال طابا، وهادشي كيبان الحمد لله راه مزيان وغادي مزيان الحمد لله. شكرا. شاركنا في المنتوج ديال العسل ووسريتا كوليز تاك زمير، المنتوج لقاء اقبال الحمد لله. هاد الساعه اليوم بعد ذاك اليوم الافتتاح راه لقاء اقبال، الناس حتى اللي ما شرا كيشكرنا، وها هذا حداكم والحمد لله. هذا الشيء اللي اذا غنضيف شي حاجه سولني باش. بالنسبه لك واش اول مشاركه في المهرجان ولا اول مهرجان تتشاركوا فيه بهذا المنتج ولا ديجا تتشاركوا في المهرجان؟ اول مهرجان كتشاركوا، والحمد لله راه بما خيبنا شي راه لقينا الاقبال الحمد لله والشكر لله. المنتوج ديالنا الكسكس، الصناعه التقليديه، الاعشاب، العطر بالعشب، اول مهرجان مشينا ليه زوين، زعما استفدنا المعلومات مزيان وبعنا مزيان وطلعنا مع الناس زوينين وهذا الشيء اللي كاين. منخرط في الجيو مجموعه ذات النفع الاقتصادي درعا الصغرى اللي تتكون من 36 تعاونيه، عندنا وحده الطاقه الاستيعابيه ديالها 100 طن، وشاركنا في هذا المعرض حتى يعطينا دفعه باش نزيدوا للقدام، وتمثل لنا يعني جهه لتسويق المنتوج ديالنا. شاركت في عده معارض جهويا وطنيا واقليميا. المنتوجات ديالنا في الاول كنت انا جمعيه وشاركت صناعات بلادي في الدوره الرابعه، ديت اللقب ديال المنتوجات النباتيه، وجاتني الفكره ندير هذه التعاونيه. الحمد لله درت هذه التعاونيه ولقاتني لقيت راسي في الساحه، كل شيء عرفني تعرف المنتوج ديالي معروف في السوق الحمد لله. وملي درت هذه التعاونيه الحمد لله لقيت كما قلت لك الناس عرفوني وما عنديش صعوبه تعرف بالمنتوجات ديالي الحمد لله. كان المنتوج ديالي عليه طلب بزاف على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الجهوي والاقليمي، وكنشكروا جميع المسؤولين على هذا المعرض هذا اللي كيكونوا السبب باش نحضروا لهذا بحال هذا بحال التظاهره هذه باش نتعرفوا اكثر بالمنتجات ديالنا ونشهروا اكثر بالمنتجات ديالنا. المهم بالنسبه لتعاونيه جدران الاركان كتدير المنتوج ديال اركان ديال التجميل والماكله والمشتقات ديال الاركان، الصابون، الشامبان والمنتجات الاخرى بحال الكريم. بالنسبه للمشاركه ديالنا في هذا المهرجان، المشاركه ماشي هذه اول مره الحمد لله، ديما كنشاركوا سنويا واحد المهرجان اللي كيعطي لهذا التعاونيات ديال المحليه ديال الاقليم طاطا واحد القيمه، واحد الفرصه باش يتعرفوا على تعاونيات اخرين اللي كيجيونا من الجهه ديال سوس، من تيزنيت، اكادير، وكيجيو من بزاف ديال المناطق، وهذه فرصه باش نتعرفوا مع بعضياتنا ونبضوا علاقات مع ناس خارج الاقليم ديال طاطا، وباش
نطوروا المنتجات ديالنا وننميوا القدرات ديالنا ونطوروا القدرات ديالنا على الصعيد الجمعوي. جمعيه النماء للتنميه والتعاون ديال اشجار الزيتون والزيتون المنتجات ديال اشجار الزيتون بصفه عامه. المهم بدايه كنعصروا هذا الزيت هذا وكنعرضوا هذا المنتوج ديال الزيتون، والجمعيه المقر ديالها جامعه تاكموت في السونطر، والتعريف ديالها تاسست في 2004 والحمد لله غاديه في تحسن ولله الحمد. المهم كنشكركم بهذا المبادره ديالكم والمبادره ديالنا حتى حنايا، وكنشكروا المنظمين هذا المعرض هذا، وشكرا. الله يحفظك. مرحبا. الله يجزيك. التعاونية تأسست في 2010 في شهر 1 2010، المهم تدير تربية الدمان اللي تدير وتدير الانتاج والتسويق الحنة واعشاب طبية بحال الكمنصفة وبحال سميتو العلك وبحال الكروية، وعندها واحد المشروع انه ان شاء الله في حال الله غادي يكون غادي نفتحوه في شهر 4 ديال لا بيبينيير دايره فيها هذا الشيء ديال النباتات غادي يكون ان شاء الله. والمهم هذه المشاركه ديالنا في هذا المعرض ان عطاتنا واحد الدافع انه نتعرفوا على الناس الاخرين الجداد اللي جاوا من المناطق اخرين، باش انه حتى حنا نتعرفوا المنتجات ديالنا وتكون عندنا الخبره ما بين التعاونيات ديالنا وتعاونيات اخرين. المهم هذه هي المشاركه ديالنا، وتنشكر الجميع حتى نتوما تنشكركم على انه باش يكون بحال هذا اللقاء باش انا نتعرفوا بعضياتنا، وتنتمناوا انه يزيدوا في هذا بحال هذا المعرض بحال هذه التظاهرات انها ما تكون غير سنويا، انا باش تكون جوج مرات في العام باش يكون هذا المنتوج نزيدوا لها واحد القيمه الاضافيه لهذه المنتوجات، خصوصا هذه المنتوجات اللي كاينين في هذه المنطقه ديال طاطا، انه المرأة التطوعية بأنها كاين اللي ما تتقدرش أنها باش تمشي للمناطق الأخرى باش أنها تسوق هذا المنتوج ديالها، يكون عندها واحد الإشعاع حتى هي أنها تخرج للوجود كما خرجوا المناطق الأخرين. وشكرا. شكرا. شكرا. مجموعة شاب فوم زكيد جامعة فوم زكيد ألوغوم أوتليت، وعندنا في لي مارك ديال التمر جيل بوفقوس وبوسكري وبوطوب كلان وسير. والمهم دابا ولات القضيه كتحسن شويه، ولينا كنمشيو للمعارض ماشي بحال كما كان، حتى لا بريزونطاسيون ولينا بعدا شويه، وهاد المعرض جبنا له الجيل وبوفقوس وبوسكري، ولكن من ناحيه التجاره شويه ما هادشي اللي كاين. نشارك غير المعارض نطاطا، دارنا الزيت، دارنا ماغوس، دارنا خارجان، دارنا العشوب، دارنا اللوز، دارنا السكسو، دارنا الزكوارن، دارنا كل شيء، كل شيء هي العشوب اش دارنا خلان، دارنا تعمنت كل شيء الا دارنا، دارنا الزيتون. ارتسولتي ميك في المشاركة هذا المهرجان معرض أقول راه بهران تداز المهر، وراه بهران تداز المعارض، يلاه غدا خاص قبل صافي، وراه بهران تدا، يا مدور نكادي سافن، يلاه ويسي لا دوار يدنك يا طاطا، وراه خبهرة قرانا كس المهرجانات، يلاه جوج المرات يا صافي. ترميرت. عاد يا ربا فولكي. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.